حياة المئات من مرضى الفشل الكلوي مهددة بالموت جراء حصار العدوان السعودي الذي تسبب في انعدام مواد الغسيل الكلوي في ظل صمت دولي على الجرائم الإنسانية التي طالت كل فرد من أفراد اليمن. انقذونا احنا مواته ما بو غسيل لا تموتونا حرام عليكم. بوحت أصوات مرضى الفشل الكلوي الذين يناشدون المجتمع الدولي لإنقاذهم من حصار فرضه العدوان السعودي سيفضي في القريب العاجل إلى موت جماعي. في المحويد يواجه 85 مريضا مصير الموت بعد نفاذ مواد الغسيل. ناشد المنظمات الدولية والمنظمات المجتمع المدني لتلبية احتياج المرضى من جلسات الغسيل الكلوي، ونتمنى أن يسمعوا صوتنا في إنقاذ المئات من مرضى الغسيل الكلوي في محافظة المحويت. لم تشفع هذه الأجساد المنهكة بالألم لأصحابها بعد العدوان السعودي الذي وأدى القيم الدينية والإنسانية وفاقم معاناة البسطاء الذين يلاحقهم شبح الموت حصارا وقصفا وتدميرا. عبو إنسانية ارحموا الناس اللي منتظرين على فراش الموت جلسات ما بش فين عن نزل. خلونا نموت موت الله احسن ما قتل. هذا قدو قتل يمنعوا على العلاجات. اصبحنا لمدة شهرين او 3 شهور نغسل غسلة واحدة فقط. ناس مننا من مات وناس مننا من لا يستطيع حتى يأكل شيء. حصار وعدوان وقدل الوقت الحمد لله قد أزم من كل حاجة. والله لا نستر نقوم بحاجتنا ولا يعني لا جلسنا 4 أيام 5 أيام إن احنا ماوتين. ويبقى الأمل في المنظمات الإغاثية والإنسانية لانتشال هؤلاء المرضى من الموت قبل أن تلحق أسماءهم بسجلات الوفيات التي أحدثها العدوان. عارف الشماع، قناة اليمن اليوم، محافظة المحويت. وننتقل الآن إلى استوديو الاقتصاد وعالم المال والأعمال بعد فاصل قصير وفيروز.